من بدايتي الحقيقة وأنا بشتغل بالباشن بتاعتي لأني ما كنتش دايما متخيل إن في حد هيقدر يشتغل شغلانة هو مش حاببها أو مش الباشن بتاعه. فابتديت أشتغل كمصمم أزياء بشكل احترافي. كان الشغل ماشي عادي وطبيعي جدا، ولفترة معينة ابتديت أحس إن مفيش تطوير للشغلانة بتاعتي، وإن الباشن بتاعتي بدأت تقل شوية الحرارة بتاعتها أو الاندماج اللي أنا كنت شغال بيه من الأول. اكتشفت مع الوقت إن التطور في الشخصية أو إن إحنا إزاي نشتغل على نفسنا كويس هو ده السبيل إنك تغير أو تطور كمان شغلك. فابتديت أدور على كورسات الواحد ازاي يطور نفسه وازاي يطور مفاتيح شخصيته عشان يبتدي يفيد نفسه ويفيد شغله كمان. عن طريق صديقة ليا ابتديت ان انا بلاحظ عليها انها بتتغير بشكل مختلف، فسألتها الحقيقة انت ايه التطور وايه التغيير في حياتك ده، فقالت لي انا خدت كورس اسمه Passion to Profit. ابتديت اسالها طيب باشن تو بروفيت ده عباره عن ايه، فقالت لي ان انا بدور على الموهبه او الحاجه اللي انا بحبها وابتديت اشتغل بيها واطلع بروفيت من الشغل ده. الناس فاكره ان الكورس باشن تو بروفيت بس موجه للناس اللي عايزه تغير مجال شغلها، لكن مش ده الصح، او ده جزء من الحقيقه وده جزء من اللي بيقدمه باشن تو بروفيت، لكن الجزء الخفي او الجزء اللي الناس كمان محتاجاه من باشن تو بروفيت هو نوعيه الكونكشنز بين الناس اللي هيطور لك اوريدي الباشن بتاعتك ويوصلك لبروفيت اعلى واعلى ويوصلك لطموح مختلف تماما عن ان انت بس تحقق نجاحك من خلال الباشن بتاعك. وده كان التغيير اللي عمله لي Passion to Profit، اني قدرت ازاي اعمل connections بين الناس بطريقة مختلفة، والconnections دي هي اللي توصلني لطموحي المختلف او الطموح اعلى من اللي كنت فيه. طموحي وهو ده المسج اللي انا عايز اوصلها للناس من خلال البراند بتاعي، اني اوصل لشغلي او بشغلي للعالمية، واني اوصل للعالم كله ان المنتج المصري ده منتج مختلف ومتميز، وان احنا عندنا اوريدي في مصر خامات مصرية كويسة وعندنا ديزاينرز قادرين يواكبوا التطور المختلف. انا بتكلم طبعا في مجال الازياء في مجال الشغل يعني.